يضرب به المثل في الجبن عند العرب، لم يقاتل في أي معركة ولم يتجرأ على مواجهة حتى كلب، وقصته الغريبة مع سيفه الخشبي. الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن يعرف ومن لا يعرف، ويفر الجبان عن أمه وأبيه. وهناك رجال اشتهروا بشجاعتهم، أمثال ربيعة بن مكدم الفراسي الكناني، عنترة بن شداد، حمزة أسد الله، وخالد بن الوليد. كذلك يوجد من يضرب به المثل في شدة الجبن، حتى أطلق عليه العرب لقب أجبن العرب. هو الهيثم بن الربيع بن زرارة من أهل البصرة، وفيها كانت نشأته، وتاريخ ميلاده غير معروف على وجه الدقة، ولكنه ولد في العصر الأموي، ويعود نسبه إلى بني نمير بن عامر. كان أبو حي الهيثم بن الربيع بن زرارة النميري جبانا بخيلا كذابا، وكان يضرب به المثل لشدة جبنه، فكان عنده سيفا من خشب، فإذا قاتلت قبيلته أخذ السيف من الخشب وجلس في آخرهم، فإن انتصروا ضارب معهم، وإن هزموا فر. وكان يسمى سيفه ملاعب الأسنة أو اللعاب المنية، وكان يعرض سيفه من الخشب أمامه ويقول: يا سيف، كم من نفس أهدرتها ومن دم أسلته. وهو لم يتجرأ أن يستخدمه قط. ذات ليلة دخل بيته كلبا بالخطأ، فظنه أبو حية أنه لصا، فارتعد رعبا وخرج هو وزوجته من المنزل وتناول السيف وأخذ يقول: الله أكبر، وعد الله حق. فاجتمع أهل الحي وقالوا: ما لك؟ فقال: عدو محارب انتهك حرمة بيتي، ودخل علي وهو الآن في البيت، ثم قال: أيها الرجل، أخرج إن كنت تريد مبارزة فأنا أبو المبارزة، وإن كنت تريد قتالا فأنا لها. فبقى يتراود ويضرب الباب بالسيف وينادي، فلما أحس الكلب بجلبة الناس خرج من بينهم، فألقى أبو حي السيف من الخوف وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. أجاد أبو حي النمري نظم الجرز والقصيد، وامتدح النقاد شعره، وعده ابن الرشيق من أحسن الناس شعرا، ويتناول في شعره المديح والرثاء والغزل والنسيب والحكمة والمجون. روى الهيثم بن الشاعر الأموي الفرزدق، وتنسب إليه أشعار جيدة في الغزل العفيف ومديح الحكام. وقد تزوج أبو حي الهيثم ابنة عمه، وأكثر شعره في مغازلتها كما رثاها بعد مماتها. عاصر الهيثم الدولتين الأموية والعباسية، ومدح الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وبعد انتقال الخلافة إلى بني العباس مدح الخليفة أبا جعفر المنصور وهجا العلويين. أثر وفاة زوجته على نفسيته تأثيرا عميقا، فعرف بين الناس كذابا جبانا بخيلا، وله أخبار كثيرة في ذلك، وقيل أيضا أنه كان يصاب بالصرع. عمر أبو حي عمرا طويلا، وتاريخ وفاته مختلف عليه، وتوفي إما في آخر القرن الثاني الهجري أو في بداية القرن الثالث الهجري.